ايه يا ريس، احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس، هطمنك. حاضر يا ريس، حاضر يا ريس، هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده، زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ ايه يا سوني، ما تتعبي، انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي؟ بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي. اه سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت، ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا تعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم؟ ايه ده ايه ده يا ابني، ايه ده، خضتني. سلامتك، اهدى، انا دكتور، انا دكتور، ما تخافش. اهدى اهدى، ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه؟ بيلق بيلق. بقول لك ايه، مش عايز تهبله الكلام كويس، في ركبه بتلق في اي حته. ده هكتب في التقرير ايه، بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه، انا مش فاهم. حاسب ايه يا حبيبي، احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا، فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها، انت كذاب، انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه، كذب. مش عايز، انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها؟ ما هو كنت طالع بشخصيتين. مصر. وبعدين الانتاج اغراني، قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبك ماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. انت لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط، كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل، انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل، لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح، السقا جه. انت السقا راح، السقا جه، انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي، ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث، اخد السلم كله جري، اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل، بطل كذب. دي خلاص دي خلاص، حتى مفيش وطي صوتك بقى، عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش مفيش زقزقه في اللي عارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك، ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه، ده انت صدعتني، ده انت صدعتني، انا زهقت. ثانيه واحده، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو، ايه يا رانيا؟ ايه يا فوزي، مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك، حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص، وتعزمني على حاجه ساقعه، وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبتي، باي باي. ايه يا سونيا، انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص، احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك، فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام، اسرع اسرع، مش عايز مرقعه، اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم، قلت لك مالكيش في تصوير، انا فيه. يلا يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك، معلش. حلو قوي المكان قوي النهارده، كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي كاستي، دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟
انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه. بس على فكره، قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيهزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي، انت مبسوطه نشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين، عشان كده ما يعرفوهوش. لا، اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني. ايه يا ابني، انت متكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تمين؟ انا هنا مساعد مخرج وانت اللي تتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس. انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه. تقف. امر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه؟ دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء. الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل. هتمثل. مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير. ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح. صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك، هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا ايه؟ انت بتهرجي. وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع، ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش؟ وجبه كشري. انا اكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر. او ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا. انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما قوروني في حته تانية امثل ايه يا رانتي؟ مجنونه. اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش. ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو ابي ترد عليه. هو ايه؟ بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجاما الحمراء ايواكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف يعني. انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط، صح؟ والنضاره. خلاص، ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله، انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي احبك. شكلي. امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني، لما بقيت شبه احمد السقا. خلي بالك من كلامك. ها، في احساس. هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا، عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك. وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان ان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. وطلع لك اداره ترد. بس يلا بينا. اعمل ده في البيت. يلا يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل. اتكلم بالطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين. يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيك. طب جاهزين يا بيت. اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. هبقى افكر. انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش. احسن. ماشي. انت ماسكني ليه بس؟ حضرتك تتكلم كويس. تتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا وايدك الله. معلش ايدك. ما تمدش ايدك عليا. لو سمحت اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا سطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو. وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة. انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم. ثانيه بقى، ثانيه، عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم. موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا متوقع ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما عطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي، انت خلاص افسدت لي يومي النهارده.
مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده، لحظه واحده، اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه، هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا. يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ بتهزر. و40 جنيه. بتهزر يا فوزي. يا فندم تاكد ان هي هتبقى. مش انتوا عايزين الرقبه؟ ايوه فوزي. بصي اللي هيذبحوكي. بصي اطفال، اطفال ابرياء. يلا الخطوبه افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه ايوه. عشان طول الليل والنهار احمد الساعه. اشربي بقى، اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي اوكي. ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا يعني انت خلي استاذ احمد الساعه ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مرمطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حرام يجيبوا الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيذبحوا ايه؟ الدم. يا حبيبي ايوه دم بتاع السينما. يا فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمكم المفضل احمد الساعة. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن. اكشن. هايل هايل. يا نورو برافو برافو. يا نهار اسود دول ذبحوها بجد. البوليس ذبحوا خطيبتي. خطيبتي اتذبحت. اتذبحت. ايه يا هبله؟ قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش. فاكر. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطه الشلال. حبيبي حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 وحش. يا استاذ احمد الله. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. الله لو عايزني اختفي كمان ممكن. ترى بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي والله هبكي وجسمي أشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف. ربنا يحميك. إيه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني ما شاء الله. تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله. المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانة نهلة سلامة؟ اديني انت بس ساعة يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني. بسم الله ما شاء الله ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك. انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه. لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجية والفراخ اسمه هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزينبو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا.
يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيل اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا رب، هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راح وجاي في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. بقولك يا ده يوسف، تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل. خلاص ليه كده بس يا ابويا؟ ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتعصى امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس ياض. يا ابني يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي. قولها ورايا، الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي. الواطي واطي ولو اشترى بألف جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يحفظك. تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب وحياه امك لو ورطك معانا؟ بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانية البريئة. قشطة. شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف. لا لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله قوم يفتح وانا قاعد. معلش الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ هو يا حاج اتفضل. اه هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. مفيش حاجه، تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه. اهلا 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 يا سوحل، ايه النور ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. اه ده يوسف، امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا كل اعوذ برب الفلق، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. آه الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. يا عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. آه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. اه والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه. وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه، هشوف. عم لا تحلقه له ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟ اكيد دكر وبارم شنباته. والحمد لله انت وحامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السوحت يا معلم؟ لا السوحت ده حبيبي. اهلا وسهلا. آه آه شكلكوا كده بحواجبكم المطرطقة أوفر ديت، في حاجة مريبة. خير هاتوا على بلاطة. قوم يلبس وتعالى معانا. البس وأنا قاعد بالشورت وأنا قاعد عريان. قال ما تقول له يا سحر، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما أنا قاعد مستورة أهو زي الفل، ولبسي أشيك لبس أروح فيه في أي حتة. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب إيه أنت جاي تهزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما أنا قاعد محترم. اخلص أسر الكلام، عايز إيه؟ لا مؤاخذة عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هنروح للكنز. الراجل ده طبيعي ولا كنز ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز، قوم بقى يقلط على معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشة، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت، اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه ربنا يستر. الله عليك يا بلانيلا، جبت رجله. مش قلت لك
ادخل يا معلم عباس ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يسيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه ده؟ ايه المفاجاه الرهيبه دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والازاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجه. السحت لقاهم في خرابه، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين تفرجيني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي لا مؤاخذه؟ بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ كازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام. فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه ولفيت الخرابه حته حته فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ ده قلبت شطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام؟ بالاذن. ما تبقاش غبي يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت، مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح له ازازه. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم. انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم بشيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. وهات هات هات خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله يدور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود، انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنة وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب. أيوة كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت يا ده فريد يا زفت، يلا شيل الحاجات اللي دماغك غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟ يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. في الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم يا قاعد، قوم ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طفى. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك ومسكها في ايدك كمان بقى. انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كانت جرالها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني؟ قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله، اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت اهو. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي، بلاش اللي اتأدب. هات دي بقى، هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان اعيدها لك، تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هات الكازوزة اطلع ابني.
هوبا مزابوزة والحال عجيب. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي عليك. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث ابني محدش يجي جنبه يا اما هطير فيها الرقاب. فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه. الواد خلاص شدتوه. ابني لا. فهمني ولا لا يا بلانيلة؟ لا ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضو زيكم ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة ذكر من يوم. انا عارف عشان كده انتوا عايزين تدمروه عشان اول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم احافظ عليه واللي هيقرب له ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. عايزين مني اي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم يا عم. انت لازم تفتخر ان ابنك راجل. طب بقولك ايه؟ ما تديني بقى عشان عطشان. شفت طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس مش عارف باجي هنا بعطش ليه واول ما اجي اخرج اعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي انتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. اشرب كازوز. اشرب كازوز. اديله اديله كازوز. اديله كازوز يا كازوز. عبي حاجات دي بفلوس. ها امال ايه؟ اول مره كده عشان والوان ايش احمر وايه يعني هتجيب عائد صح؟ ايوه. العائد ده حرام. تتكلم بجد؟ حرام. لو اكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. ايوه. بس هي بفلوس شكلها حلوه يا عم. في الاول بس نجر رجلك كده. طب انا اقول لك على حاجه. حرام ليه؟ واحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده؟ تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان. انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله ادي الكازوزه. هو ده. خلي بالك شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له ابعتوا له. وانا مثبت فيها واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تباشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه. عندنا اللون اصفر واحمر. احنا عايزين نتهور شويه نمشيها يعني نستفيد باللي بعته ربنا نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده ندي له حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدع. امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ اشرب اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج. انا عارف. خش خش. الله انتوا ناس طيبين. ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين لا سيبها 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 مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب اشرب اشرب. خفيف صاحبك خفيف صاحبك رجاله. ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هتقولي على البيت عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده. انتوا اظبطوها هاتوا. والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. ده احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك. بترش عليا بيبسي في المخزن. هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر يا حاج. سكر يا سكر يا حاج. ايه يا حاج ده يا حاج؟ خلاص بقى بينا ولاد قام. دخل دمك يا حاج. حلو قوي قوي. اديها تاني. اديها اديها اديها. ربنا يخلينا بالحلال. ايش يا بومبس؟ ايش يا بومبس؟ ايش يا بومبس؟ السلام عليك السواد وعلى كزوزه كزوز. بيبسي يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل طيب وما نحترمش. سلام عليكم يا معلم. السلام يا معلم. رضا رضا. أيوة. الحمد لله. سلام عليكم. على السلامة يا سيري بيو. الله يسلمك. على السلامة يا سيري بيو. Yeah.
بابا مين انت هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي اخدتي لبتخوني ولا تشوفوه ولا نيلة. انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكو الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر شرارة سكر حلوة الدنيا سكر لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة الله 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 والله الدنيا تبقى جميلة إن شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه رسلة حلواني. إيه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده أنا غرقان في الحب يا أشرف غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني أعمل معاها إيه؟ الإيه؟ القردة مغلباني أعمل معاها إيه؟ قردة؟ قومي يا ابني من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة إيه ونيلة إيه؟ والله أنا مش مصدق نفسي. حلواني حلواني هيتجوز. أيوة وتبقى زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما أنا أشوفكم برضه مرة في الشهر بتاع. أنتوا صحابي وإخواتي وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي وميله ايه وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك الله يخليك اسف. بس هيبقى في التزامات هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض. احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي. يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط. شجعوني. صح فرحك عندي حبيبي حبيبي. عقبالكم عقبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل. انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غالي يا موتو ثلاث ارباعها نصابين. خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل. انا راجل متفتح. تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار اجري لوحدي في الحر. هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجه ودي حاجه. راجل في بيتي دي قصه ثانيه. وانت عارف ان انا راجل. انا متفق على كل حاجه. هتمشي على اللي هقوله بالملي. مفيش هزار. مش تضرب لي جلده وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده. هتمشي هي واهلها بالجزمه. يعني سوري يعني. لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه. ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ ايوه هي دي يا حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي. لا هي في غيرها في القبيلة. مش هي. اسمع كلامي. هي بنت خالتها افتكرتها. هم أصل العيلة كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي. روح قولي لها أنا جاي بعد شوية. يلا امشي امشي. قوم فل شكلها هي شكلها هي. طب ممكن أقعد مع أصحابي شوية؟ يلا قوم فل. أنا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. أنت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر. ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه مفيش حاجه. هي بتنشف فجاه بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه الزعيق قدام اصحابي؟ ليه انت مزود معايا في الكلام؟ مش مزود ولا حاجه. بس انا قاعد مع اصحابي شويه ما فيهاش حاجه. يعني ممكن اقعد خمس دقايق؟ انت ازاي تطلع من غير ما
نازل. أسد كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الآخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبة شوية، فاكرة إن دم آخر. حلواني اتلم. هتلمي في إيه؟ طب ممكن اسبقيني وأنا هحصلك. أنا هحصلك. بتقعدلي مع المناظر الزبالة دول. لا دول مش زبالة، دول صحابي لو سمحتي كده كتير أوي. اتفضلي. بص على أشكالهم والزفت اللي بتشربوه جاتكوا القرف. إحنا مش نشربش حاجة وأشكالهم هي نفس أشكالنا. طب بتهزر يا حلواني؟ دول صحابي. بس بقى كده كتير أوي. أيوة صحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل أبوك أحسن. قشطة يا شباب. يلا قدامي. أوكي اتفضلي. آه عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جاتكوا القرف. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيد. ولا ايه ده؟ ولا قوم روحوني. ايه الحوال؟ قوم روحي البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ابوها هايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها يا سيدي؟ حذرتني. طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر. ماشي ماشي على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الاعيان. عيني عليك يا حلواني. يا حال حب طحالب دي حلوه قوي يا ناس. يا هو يا نهار اسود ومنيل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ Est-ce que ça fait c'est mes parents؟ Parents؟ Oui. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ بيشمني ليه؟ انا عايز بكلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دم كمان بتشمني؟ دي التحية عندكم في الأسرة؟ تحييهم. لازم أرد التحية صح؟ لازم. طبعاً ده حماية، حبيبة حماية. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف بس فعلاً فعلاً قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفهم أنا رمح في الصحراء والتراب ولا دوتش ولا زب. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني. انا عملت ايه؟ عملت حاجه غلط؟ انا عملت حاجه غلط في بنتك؟ انا جيت دقيت الكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. ايه يا حيواني؟ انت عايز تقعد مع بنتي في الداره واسيبك؟ تقعد مع بنتك في الداره؟ انا بقعد مع بنتك في الداره اه، بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانيه بتقعد مع جمال. ها؟ مش عايز انا سياح لك. ها؟ الولاد دي خيلاني وقلقاني، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سما ماما ايه ليكم سا؟ ليكم سا؟ طب ماشي انا بفهم بس. يا وليه اثباتي بقى الله يخرب بيتك. ابوس ايدك انا يعني. بص اقر يا حمايه طلباتك. وانت هتقدر على مهرها بدايه ابن البدايه؟ بدايه ابن البدايه يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده ما تلمسنيش. بس اسف المكسر. وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه؟ ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الوليه دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرتي عليه؟ يا عم خلص. ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها؟ ايوه تحب انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك؟ يا عمي انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى اقعدي بقى. هقدمها لها دي، ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني اهي وانا واقف جنبك. في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوند، ما تبني لها انت ايه؟ يا حلواني. هيبني لها كمباوند ولا كمباوند ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوند. ورحمة امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هدفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده، مش هيهمني حد. كلها هتثبت يا حاج بقى لو تكرمت، ده كده كتير. هنبني لها زفت كمباوند. في اي طلبات تانية؟ المخ.
موقع بتاع ايه؟ بتاع كمباوند. موقع ايه ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع، هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت اهبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبقيلك. تأمر بحاجه تاني؟ ايش يا عسل، ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك عسل، ابوك شربات على فكره، ويبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حماد؟ انا ماشي طالع صحراوي. يلا غوري في داهيه، غوري في داهيه. ميرسي بابا. امسك الكليه دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني اخيرا اخيرا. هنتلم في كهف واحد اخيرا. اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه، انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. واحييك بتحيه ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا، عادي ينسوا يستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه، يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه، روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي، ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوك هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. بنقول ايه امك جت معاه برضه؟ اهلا وسهلا. ابوك ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنكة قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شمه. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، لو تكره شم مين؟ دخيلي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا، مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي، يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير؟ جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوك لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعى تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقولك ايه، تعال اقولك. كومباوند دي انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه الموضوع ده، لكن مش بسرعه كده. ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي. انسى موضوع الفرح ده خالص، اسمع كلامي. تكلفه على شايفك شايفك شايفك. ارجعي، انت بتستنيني اندمج وبتستعربي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي. انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى استنى بس استنى يا عم. بلا ايه ده؟ ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى. خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ احنا اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت اطلقها ثلاث طرقعات صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماية، الف الف مبروك حبيبي. مبروك يا حلوان. شايفك شايفك شايفك، ارجعي مكانك. بقول لك ايه، بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة وانت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة ارطم لك رجليك. هاتي ده انت روش. سيبي اولايا. الاولايا دي انا خاف منها. والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة، ربنا يستر دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. ادخلي. اتفضل اتفضل. يلا مبروك. ألف مبروك. أهلك يا عرو يا عرو، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ مليت إيه؟ كله رفيع مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية، تعالى عاوزك تعالى عاوزك. أيوة حلواني. ثانية بس.
الناس دي رايحه فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابه يهببوا ايه؟ اتفرجوا على ايه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرجوا على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص؟ في جوه تعابين خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا بقول لك ايه؟ انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني مبروك. ما تحطيش ايدك عليا مش ايد دي. الف مبروك الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم شمهم بعض لحد ما اجي لك. انا هاخد بنتك كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 كل هدو فوق كل هدو فوق كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا كل هدو فوق كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه؟ يحب حلواني يقول ايه؟ حلواني يعني الرجولة. حلواني يعني ابن النيل. حلواني بنحيي هنا كل جبل في المنطقة وكهف كهف. وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبنحيي عروستنا الجميلة فتاة الوادي فتاة الجبال فتاة الليل صاعدة الثعابين منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه؟ اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الوليه اللي وراك دي قاعد مراتك؟ قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي 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 غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض. لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجره يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسطوا انبسطوا انبسطوا. العروسه وما بيتكلموش ولا حاجه. هم راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي طيبين قوي. اهلا وسهلا شرفتنا شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش بس يعني ابويا اما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه ها ها نورت يا عم نورت. ده ميشو بقى التافه بتاع العيلة. قمر قمر وقعدته جميلة والعلم بزنسمان كده. معاه توكيل عظم. بصي بصي الانواع. بصي اوعى تكون جايبها لنا هدية. حاجة بسيطة كده. لا ده كتير قوي كتير. ليا طلب تاني. اقمر يا ميشو. واحد صاحبي هينحتى كده سوا مع بعض. يلا حبيبي. هو هيطول شوية. مرسي حبيبي حبيبي. عايزك تقول على الفرح. عقبالك عقبالك. وجوه تعالى ما تتكسفش. تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي مخلوق بيضحك على طول فظيع. بصي بصي لو سكتنا احنا. بصي هو يعمل حاجه ظاهره في الجبل. ظاهره ظاهره. وبرده مش تافه. تاجر جلود من اللي هو. بصي بصي جايب لك ايه؟ هديه بسيطه. جعبت نفسك يا اخي تشكرين عقبال ليلتك. الله يخليك حبيبي. وبتسمع على طول جميل. انت شايفه عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمه؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفه ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده. يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. اوكي بصراحه يعر. بابا ايه يعر بصراحه. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تخافش. بتغني انت يا حبيبي تبقى حلوه قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله. لا غني. عايزه حاجه تاني؟ يلا غني. حبيبي حلواني يا حبيبي حلواني. فاكرين ان الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في ال واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي. ايوه فاكرينها؟ يلا واحد اثنين ثلاثه. بدائي 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 بدائي. أموت أعيش ما يهمنيش. أموت أعيش ما يهمنيش. أموت وأعيش ما يهمنيش. أموت أعيش.
انا مش عايزك تقلق خالص يا بطليموس، ان شاء الله كله هيبقى تمام. انا ما بقلقش، ما تقلقش مولاي. ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه ايه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان اقدم واحد في المعبد اسكت لك، ترجع بواب تاني. اتفضل. امرك يا مولاي. ايه الناس اللي بتتحشر دي؟ امر مولاي. ايه يا مس من معت الكلام الفاضي ده؟ انت فضحتني ولا ايه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني، تعبان شويه، الناس كلها عرفت. ايه السياح ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا اخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربين حتى في معبد واحد. متربين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات هتلاقي الخبر مرشرش فيها. واتفضحت انا اوانطا. حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدى حدودك ولا انتباه؟ انت واقف قدام امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدى حدودك. فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انتباه وانت بتكلمني. انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى. اتفضل روح دلوقتي لعمك بحبنبوت اللي ورا المعبد. ابنه مات، تعيش انت. عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عياده الدكتور فين. بسم المعد، بسم المعد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك، فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه. انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني، اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. يا دكتور الجو ده، مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوة قوي كل اللي بقوله. كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح ابعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه. ما تعرفش، ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه. سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي، انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه، مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقول لي انا بطليموس الخامس عشر، اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيله. خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف في بطليموس كتير في الموضوع. عارف لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه، بس دربكه زحمه. بصراحه العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش، انت عارف ام الملكه يعني. فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره، نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني.
وبعدين اللي شغلني دلوقتي موضوع الاخ ماركا انطوني الواد الصغير ده، كلام مال البلد انه بيرسم على امي وجو كده مش لطيف يعني، عارف مش عارف اعمل ايه. والوالده موقفها ايه؟ الوالده ما انت عارف، ست حلوه وصغيره وملكه، مين يجرؤ يقول لها انت بتعمل ايه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. استغفر الله العظيم. ايه يا دكتور في ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ايه الاداء ده؟ انا بقول في مشاعر نبيله بينها وبين انطونيو وارد يعني، لكن حسستني ان امي بطاله والعياذ بالله. اذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد ماركا انطونيو ده لانه مش سهل، ممكن يعمل بين ابوك وامك فورتينا. بتقول لي اعمل ايه يا دكتور؟ شور عليا، انت خوفتني قوي لما قلت لي فورتينا. خفت يعني اسمه اقتله اكري عليه بلطجيه؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدقي دلوقتي قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني هيطلع معقد نفسيا زي. اكيد في توني الرابع عشر كتير في عيلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. أنا أنطونيو وأنطونيو أنا مالي روحينا. شايف أمي بتعمل إيه؟ قلبي معاك يا صديقي. قشطة، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظه وحش قوي، شفت السهم جه فين؟ جه في الكازرولة. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني، قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد امك. أنا عارفة حركاتك دي، والله ما أنا سايباك. سامحيني يا ماما، أرجوك سامحيني سامحيني. وديني وأيماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. أني بطليموس؟ أنا ولا عمي ولا خالي؟ إحنا 60 بطليموس لخبطتو. اخرس اخرس خالص. اللي أنت عملته مع عمك مارك أنطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني، وإلا وشرف أمي أعلقك أعلقك. وأنت عارف بقى أمك وقلبتها. اصل هو بصراحة كان واقف مأمبر كده في أغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزاك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمدة 3 ايام. حاضر. ايه ده؟ في ملكة تقول وشرف امي لانفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده؟ انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. ها؟ سن ايوه الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه ها انا في المعبد. ماشي ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو تعال. يلا سند. بس اوعى. وانت كمان ما معيش فلوس؟ ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف. هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاي واللبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأه اللي حصلت في القصر فجاه دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زي جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني؟ ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي،
مش قادر اتكلم معاها، كل حاجه تقلدني تقلدني. ما علينا، النظام. النظام ايه مولاي؟ مش فاهم. نظام ايه انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. اه تقصد حضرتك البسكوت؟ اه اقصد البسكوت، انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي؟ انا اسف يا مولاي، حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كرب قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي، انا عايز اسقسق دلوقتي. بسكوت بشاي بلبن، خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى خليك جدع. اي حاجه، اي حاجه. ايوه كده يا حلو يا حلو. فار فار فار، اعمل حاجه. انت تقف تترش؟ امال الحارس ايه ونيلت ايه؟ حملك عصابك. دخل هنا، انزل مواجه. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار، انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي؟ ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب، لكن قتل لا. ايه الاوفر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي إيه؟ انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ولا من هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس بس كده. قشطه. الله يخرب بيتي، دي سيره والله. انا نفسي ماعت على ايه، ما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايه، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضه. ما حطيت انت السم، انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك، ده احنا مربينك في القصر، انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك، اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولا هتسقسق؟ انت من جهه هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول للشعب عايز يسقسق. بالسلامه يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بدوغه وايه؟ غممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. اه استنى، انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعه القصر؟ انتوا اتجننتوا؟ عهده في 60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي في 60 داهيه. مولاي انزل بقى زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاي أبو لبن دي، حلوة قوي. طب ما أنا ممكن أعزم الأخ مارك أنطونيو اللي عامل لي فيها وضع أمور ده وبيتنطط، أعزمه على كوباية شاي أبو لبن. حلو. يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي أبو لبن، وهيروح هدية للأمير مارك أنطونيو. في جنبين فرد يا صاحبي. لا المجهود ضعيف. لا ماما، لا ماما، لا ماما، ماما لا. بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا. ابني حبيبي. ماما ماما. مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ آه. ايه يعني سجاير؟ هتسخط يعني؟ لا تسخطي ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه مش عارف بفره بقى ولا ايه، وبيلفوا التبغ قصه كده. المهم ان انت هتتحولي لسجاره. طب ومش كده بس، طب ايه ده، هيبيعوكي فرد وهيسموكي كوكو الضعيف. هات لي يا ابني 4 كليوباترا، 3 كليوباترا، ده يوم يا رب يا رب ما اعيش اليوم ده. طب حبيبي يا حبيبي، بطاطس سوستي اهديكم الله. اهدى يا حبيب، اهدى يا روح ماما، اهدى. انا هديت بقالي ساعه بهدى، انا هديت. انا عارفه انه موضوع عمك مارك انطونيوس مأثر على نفسيتك شويه، بس معلش يا حبيبي، بكره تزهق تتعود تنسي نفسك ولا ايه؟ انا الملكه والمجد ليا من السحاب للتراب، ما تنام وتستغطى بقى. استغطى؟ في ملكه تقول استغطى ومن السحاب للتراب؟ يا نهار اسود. طالما استغطى بقى لو سمحت انزاحي شويه عشان عايز اقوم اشطف.
يا رب. ايه الحر ده؟ الموجه دي مش تنتهي ابدا. يا شباب يا حلوين، شوفوا كده فتشوا اليوم، ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها. يا كريم، يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع علينا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي. عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي لما ارجع اللي خسرت. لا جدع، ده كريار، وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله، ده احنا نقر يا جدع، ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها يا جدع. ايه ده 40 جدع في الموضوع. ايه يا جدع يا جدع يا جدع، ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاع، كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما يا جماعه. بص على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ بتاع كريم؟ ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه؟ ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس، هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجه نعملها؟ ايه ده، مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا، عايزين نعمل حاجه شمال كده. بقول لكم ايه، احنا كدبنا على بعض النهارده. الصبح. صح، الصبح. طب جبنا في سيره الناس بالنميمه. بعد الظهر تسع اللي قاعده معانا، انت مقرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع، ما تحرشتوش باي واحده النهارده؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت، اي بنت رايحه جايه كده، وتحرشوا بيها وانا اظبط لكم الموضوع. طب يلا. ايه مش تيجي معانا ولا ايه؟ انا اراقبكم واظبط لكم الدنيا. يلا يلا، خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله، بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جماعه مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطره لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل، ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا يلا يلا، لغوني على طول. قشطه، سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري. ها، قولوا لها تعالي شوفي شعر كريم. قشطه. ياه، خلاص يا بطل، هانت كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا تيفا؟ امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطل، الا بالحق، انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا تيفا؟ الاحراش خضرة، اما الادغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطل، انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا تيفا؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه، خلينا نمشي احسن، انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي. البت مننا لما تتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا تيفا، نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل، عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شويه حتى نسقوكي عناك. طب ممكن المره الجايه؟ على رايك. يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده، شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيم، مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر ده، رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لي اتحرش؟ اتحرش يوم اتنيل ايه، البس حاجه. يا جماعه انا مش موافق بصراحه برغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب. قالوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معاك. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ تيفا، انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه، صح؟ عارف يا بطة، عشان انا بكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك وانا الهاتشو بسناني. بقول لك ايه يا دكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك. في
في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس فشويه نفس. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله شكرا. مع السلامه. مصطفى اشكرك انت متعاون. ما تشكرنيش انا اشكر بابا بالحق. معلش يا فندم اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها انا معايا واحده ثانيه. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بقى. خطرت معايا لا عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه خلي بالكم منها. لا دي في عينيا. اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت انا اوصلها. عسلامة درش. شكرا يا فندم. مركبت شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش يا جدعان ما ينفعش. يا كيم بابا يا زينب. ايه ده ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى عيني عينك كده؟ مش عارفه مالهم ايه اللي جرى لهم اليومين يعني دول. ها مصطفى ساب لي دي. انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد بس يا واد الكلو كلو وجعنا ما يخرب بيتك. ولا سيب لي الافهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب بالراحه بالراحه يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتجوا هنا كتير؟ كتير. كل ما نشوف واحد حلو زي حالاتي كده انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعايز انا ماليش دعوه. السلامه الصح بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدنيا. يخرب بيتك الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخنصر. يا جدعان دي بنت قريتنا بنت قريتنا ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ يتحرشوا اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ جايبه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصب مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم. لازم اخد حقي. لا يا بطل اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت. دوروا الباقي عليا انا فاضل لي 120 حلقه الله اعلم هيحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم منكم كلكم. انت خلاص ما تزهقناش بقى. الناس تجيبي طبله وطار وانا فتاه مغتصبه. عرفنا ان انت مغتصبه انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. ابتمك ابتمك اشتنتني ملومك تاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك ابتمك ابتمك اشتنتني ملومك اشتني انا ترتمي انا ملرم شوبك. صلى على النبي يا بطه. ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك. هتبقي مغتصبه وهبله. لا اهدي اهدي. انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده. هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني. وربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهيه يا رب يغتصبوك تاني. ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخه بقاش قلبك اسود بقى. دي عيال طيبه وغلابه قوي. المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهارده دول اخواتك. انت غشاش واونطجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اختفوها واغتصبوها. ذات هو تبدا من وانا واقف. انت اتجننت؟ اعمل لنا كده يا ثابت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزه. خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا. خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسس ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت. الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير. انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين. تعالى عند خالتك. اطلع بره تهوى. يلا بكلسونك ده. يلا يلا خفيف التهوى. سيب الكوتشينه دي وغرف ده. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. اقذر ناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعالي يا حلوه. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى. دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده. اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله. النصيب ده. اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا ما حدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو.
حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي يا بنتي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخل على طول هطلبها. اوكي يا اموري، انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي، خير قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده، انا باذن الله حل... ثانيه واحده، ليه انا خليني اكمل بس. لا جميل. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي قلت اتجوزك وامشي. نعم. قالوا لي بنت ناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا مغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطئ. امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصبع؟ صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. الاكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكاني يا كريم. كاني؟ انت ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون، انا بشوفه في كل حته بس ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش شورت شعرك وملسته هتعملي بقى الحبتين دول؟ لا اذا كان على شعري انا مش هشوره من زمان، مش اول مره هشوره لك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه الجنان. ريحه الجنان؟ لا يا حبيبي الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي، مش عند انا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني. يا سلام يا سلام يا اوعى يا اخويا، يا اخويا فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه، ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول الاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم يا ولية. شريفه ونص، ما تتلم انت كمان. لا بابا كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبدليل ان انا سايبك البيت وماشي. لا يا حلوه هتسيبني وتروح فين؟ تعالى انزل اقعد هلاقيها مع اصحابي. لا يلا يا ولية مجنونه، يلا يا مجنونة. يا نعنع يا نعنع يصعب علي يا ما تنفع. حازي يا جعر من نكلون، عارفين اللي مش هيدفع القداوي يا بلد فراخ راح عند فريشه بيدي. طب مش دافع. تعالى الواد يا صدري انجر وادفع القداوي واتفرج على العفريت. لا معيش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باجي ان الغولة هتبوسك من حانك فرنشي كيس؟ لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضة كفاك فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه. ايه. وهتتحرق ارضه. ايوه. وهيتحلق شنبه. ايه. ويبقى كيف النسويين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي تاوى من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل بندور به وصال. حلو يا واد يا ابراهيم الولع. خبريه مالكم؟ عاملين زيت وزنبليطه ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم الاتاوه زادت الطقطقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده، الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه؟ ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشه وتموتم. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابه اللي يقولوا احنا غلابه دول. انا مالي؟ انا مالي؟ ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي، ومش كده وبس، عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي، عندنا ملاهي. هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميت. لا انت بتبرق لي يا سميده. ايوه يا سميده بيبرق لي. طب يا سميده انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. يا سميده انبسط، قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميده. ما قدرش ما قدرش يا تقول شفت ايه جوا. لا
يحب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا، اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده، مكان سميضه، وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه، ادخل سميضه. حرام كفايه، حرام كفايه، حرام كفايه، حرام كفايه. مين فيكم مش هيدفع للتاوى؟ باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع الاتاوة؟ انا مش هدفع الاتاوة. نسيت يا رب ايه الاحجام دي. انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمة دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل، واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغولة والعفاريت. ده انت هتشوف الغولة وام الغولة كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال، هتشوف الغولة اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اقف، عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. ورهاني اهدي. حلو الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه، حاج علي. لا استنى لسه فيها حتة. انا ابن عزادي، امي عايزه ادي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع الكتاوة؟ انت مش تدفع حاجة خالص، خلاص اخر حاجة تدفعها. يا نهار اسود، يا نهار اسود، كفاية. انا من رجالتك يا بندور بيه. استح مني، فاضل الاربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية كفاية، الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت، نجيبها لك؟ ملكوش صالح. شوف الوليه كاتعه فين، خليها تجيبها على المضيفه، خليها تقلعها الاسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج. يا راحت فين؟ والله ونلت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان، ونفذت وصيه ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوه، ولغيت من حياتي حاجه اسمها شفقه ولا رحمه. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. أول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة، وأول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية مندور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه؟ استني يا وليه يا رغاية، انت جاية جاهزة، احمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها، وقف يا بيت، وقفي. ايه قولي لي يا وليه، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بت، بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو، والجوره دي مفروضة من عند ربنا ولا ضربة بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروضة من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمة قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمة انت خابرة ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور.
ادوا الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا منظور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم، طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك، حرام عليك يا مفتر، اعمل ايه بال 50 قرش؟ مفيش حاجه يا منظور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا منظور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغوله بتحب اللسان. حرام عليك يا منظور بيه. اوعى امرك. قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت، تعالي يا بت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع، ما عنديش يعني ما ها؟ ايوه ايوه. ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعديلك الغلطه دي، بوسي. كفايه كفايه كفايه، إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه، خلاص خلاص، خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون، والشر اللي انا بس فيه، كل دي كوم، ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجه تانيه خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوه دي، ما شاء الله، ايه دي ودي كبيره حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه 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 ايوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت، كبسي. يخرب بيتك، مال يدك تقيله ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك؟ ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بت يا صبري؟ مالك يا بت في ايه؟ في ايه يا بت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك؟ ولا انتوا التانيين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروت. انا اطلع بره وانتوا التانيين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين، وخذ راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي اه يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم ثروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم ثروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا ما، مش هاجي يا ثروت. تعال هنا. حياتي انا مين؟ انا جاي يا ثروت. تعال هنا. انت يا زفتها ساي. أوامرك يا منظور بيه. عملتوا إيه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا منظور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. إزيك يا ست الحسن والجمال؟ أهلا أهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها أنت مين؟ قول لها أنت مين؟ أنت مين؟ أنا ثروت. يلا خد على الزريبة يا مفيرة، تسيبها لوحدي. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبة كل زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روحي يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلام قوله من رب رحيم. مين؟ أني ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة، عايز مني إيه؟ أني موجود معاك يا عم نمرة السرايا، عايز مني إيه؟ أني حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان، انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد؟ هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم ثروت، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي، اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت، بالسلامه.
استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة كله خايف وما فيش حديد في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه منظور ابو الدهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا منظور بيه؟ لا ده النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله. خير داخلين مبرقين كده يعني مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجه. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجه. هتقول يا زفت الطين. في إيراد كل مادة في النازل. إيراد إيه؟ وإحنا لسه جمعنا المحصول. أنت فين والقصف فيه؟ إيراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك أنت يا أخوي. ملاهي إيه؟ ملاهي الشيطان. الإيراد ماله؟ في النازل. ملاهي إيه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإيراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد أنا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا إيه؟ أمال الطوابير اللي أنا شايفها ليل ونهار ديت؟ بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت. لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو اديك قلت بعضمة لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوه. وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك. انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا اتعادل وقول لي مين اللي بيقلي يا ولد النصابين؟ ليراد. ليراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيكون الحق يا منظور. منظور؟ انت نسيت منظور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا منظور بيه. ما تظنش فينا السوق. امال اظن ايه؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا منظوره بالذهب. اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا منظور بيه. قول لي الحقيقه الناس عايزه ايه؟ يا منظور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفاريه. عايزين يشوفوا الغولة ما تنفيها. ايه هاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة ما تنفيها. زاد نفسيها. هاتلهم غولة. غولة ايه يا منظور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح. ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسيها. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة. احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي. افرد يديكي وعلى البيت. يلا خف مني واخرج على طول. سلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البنت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه. لو ملاهي الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع يا عطية واقوى من زمان. وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد. وهنكسب. والفلوس هتلعب معانا تاني تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة. عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا. ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل. ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجملة؟ يعني ايه اللي ليه؟ واي كلام؟ واي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي. اهو عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه وبقيت مية مية. صابرين صابرين. عابت قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعد. تذاكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ Ha 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 ha.
لا دي مش صبرين مش صبرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه لا رخان لا عطيه لا خايف عطيه لا منظور بيه منظور بيه اللي عملناه في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص مجرب بتزوم ازاي، شكلي اتشليت. ايه يا منظور بيه اتشليت العصاية وجع، ما توجع العصاية، بقول لك اتشليت، بقول لي عصاية. أنا خايف الناس روحوني من تفبيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني، وانت براحتك برطع براحتك فيه. يعني انتوا مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني محمد يا ولد، شلوني محمد، شلوني ابري يا ولد، شلوني ابري يا ولد.